بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي تقريبا صفحة ونصف من وظائف المتعلم، ثم ننتقل إلى المعلم المرشد. وآخر شيء تحدثنا عن القلب، قال الإمام الغزالي رحمه الله، نعيد فقط آخر فقرة ثم نتم. قال: والمقصود أن هذه اللطيفة يعني القلب هي السعية إلى قرب الرب، لأنها من أمر الرب، فمنه مصدرها وإليه مرجعها. وأما البدن فمطيتها التي تركبها وتسعى بواسطتها، فالبدن لها في طريق الله تعالى كالناقة للبدن في طريق الحج، وكالراوية الحاوية للماء الذي يفتقر إليه البدن. فكل علم مقصده مصلحة البدن فهو من جملة مصالح المطية، ولا يخفى أن الطب كذلك، فإنه قد يحتاج إليه في حفظ الصحة على البدن، ولو كان الإنسان وحده لاحتاج إليه. والفقه يفارقه في أنه لو كان الإنسان وحده ربما كان يستغني عنه، ولكنه خلق على وجه لا يمكنه أن يعيش وحده. إذا يستقل بالسعي في تحصيل طعامه بالحراسة والزرع والخبز والطبخ، وفي تحصيل الملبس والمسكن، في إعداد آلات ذلك كله، فاضطر إلى المخالطة والاستعانة. قضيتان ها هنا. الأولى قضية البدن، ثم آخر شيء الذي يتحدث عنه الإمام غزالي، الإنسان لا يستقل في الحياة بنفسه. يعني زي قصة روبنسون كروزو، أنه يروح على جزيرة ويبدأ يعمل جمهورية وحده بمعنى، ويقوم بجميع الوظائف، هذا لا يصح، مزبطش. ولذلك هناك تقاسم وظيفي بين الناس، واحد يزرع القمح، لكن واحد يصنع الآلة، آلة الحراسة مهما كانت بسيطة، وهنالك من يطحن، وهنالك من يعجن، وهنالك من يخبز اليوم، وهنالك من يوزع الخبز. لا يستقل الإنسان إيش بنفسه. إذن نحتاج إلى بعضنا البعض. ومن هنا قول الإمام الغزالي في السياسة، قال: التآلف والاجتماع والتعاون، التآلف والاجتماع إيش والتعاون، هذه مدار السياسة. يعني سبحان الله، ثلاث كلمات يعني قد لا تجد سياسيا يتحدث فيها اليوم. كل تعريف الإمام الغزالي للسياسة في ثلاث مدار، على ثلاث كلمات: التآلف والاجتماع والتعاون. أداء الثورة، يعني الفلاسفة الفرنسيون مثل جان جاك روسو، مثل مونتسكيو، عشان كذا، هؤلاء تحدثوا عن شيء اسمه الحالة الطبيعية. حتى ماركس تحدثوا عن، كان ماركس أخذ أصلاً الفكرة عن جان جاك روسو، تحدث عن الحالة الطبيعية، وأن الإنسان، افترضوا أن الإنسان، حياة الله، افترضوا أن الإنسان عاش في حياة طبيعية، بمعنى ليس ضمن مجتمع، ليس ضمن إيش مجتمع، ولكن تنازل عن الحرية المطلقة في الحالة الطبيعية من أجل الذي ذكره الإمام الغزالي، أنه لا يستقل بنفسه، لابد من المجتمع. إذن أنت تكون عضوا في المجتمع مقابل أمن، مقابل أيضا توفير إيش الغذاء. فكما أن رب، كما أن رب الأسرة الصغيرة، يعني حضراتكم، مسؤول عن طعام وشراب ولباس ومسكن أسرته، فرب الأسرة الكبيرة عنده نفس المسؤولية، ولكنها عامة شاملة. يعني مسمى مثلا رئيس دولة، مسمى حاكم، بغض النظر عليه أيضا، كما أن عليك أيضا أن تطعم الأسرة الصغيرة من حلال، عليه أن يطعم الأسرة الكبيرة من حلال. يعني اقتصاد، لأن دائرة الحرام فيها قمار، فيها إيش قمار مثلا، فيها أشياء كثيرة جدا مما لا يصح.
بقيت قضية البدن، قلنا أيضا قضية البدن. قال الإمام الغزالي إذا كان المقصود هو الله عز وجل، طريق أن تكون على طريق الآخرة والمقصود هو رضا المولى عز وجل، والبدن كالمطية مثل الركوب يعني مثل السيارة، فأنت تعتني بها حتى تظل إيش تنقلك من مكان إلى مكان. أترى بعض الناس يعني عرفت مثلا الوالد مثلا رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين في مرحلة متأخرة من حياته توقف عن سياقة السيارة، ما له حاجة فيها، لها بمرحلة مراحل لا حاجة له فيها، ثم مراحل لا يستطيع إيش سياقتها. ماذا نفعل بالبدن بعد أن يموت الإنسان؟ مالكم؟ ماذا نفعل به؟ احنا ما قلناش شو بصير له، ماذا بالضبط؟ ندفنه. هذه المطية ماذا نفعل بها؟ ندفنها. إذن المكان الذي يتحدث عنه الإمام الغزالي ليس العضلات، قال ليست يعني هذا يعني اللحم، ليست العضلة، ليست العضو، شيء آخر. ومن تذكر أن هذه المطية يتركها وراءه عرف أن المسألة لا تتعلق، إن أطعمتها وجبة ثمنها 1000 شيكل أو أطعمتها وجبة ثمنها 5 شيكل هي وإن ألبستها. يبقى الآن إحنا بنعرف اللباس كم ثمن كل واحد، ثمن القميص ولا ثمن الدشداشة ولا ثمن الحطة وعقال ولا نعرف؟ إن ألبستها ب10 شيكل ولا ألبستها ب1000 حدش داري عن طبخة، المهم إيش الستر. سبحان الله. والشبعان أنا شو بقول لو حطونا إيش؟ أنت مثلا نعم جاءت صديقة جهان ولا تبدي عرقان نعم لأنه منظرك الشكور الجوع فيك ببينش. ومهما اختلط الناس وثارت شهواتهم تجاذبوا أسباب الشهوات وتنازعوا وتقاتلوا وحصل من قتالهم هلاكهم بسبب التنافس من الخارج، كما يحصل هلاكهم بسبب تضاد الأخلاق من داخل. يعني سبحان الله تضاد الأخلاق من داخل كأن يكون في جسم الإنسان عدم توازن في المعادن. مثلا أعرف من هو في المستشفى الآن بسبب إيش؟ احتاجوا إلى دواء مدر للبول، فنقص البوتاسيوم إيش والمعادن في الجسم، فعاد على المستشفى حتى رجعونهم إيش يرفعوا الأملاح. فنسب تضاد، لكن سبحان الله قال الإمام الغزالي تجاذبوا أسباب الشهوات وتنازعوا وتقاتلوا. فتقاتل احنا قبل قليل قلنا ماذا حاجة الإنسان؟ حاجة الإنسان بسيطة سبحان الله، لكن المشكلة فيها هي الاعتداء. أنت تركت الحياة الطبيعية، يعني قالوا فيها هكذا المعنى، أنت تريد الأمن في المقام الأول، تريد الأمن في المقام الأول، فكيف تستخدم في الاعتداء على الغير؟ لما الحسد؟ لما الحقد؟ لما القتال على حطام الدنيا؟ يفني الإنسان شعبه طمعا في شيء، وقد تكون فكرة، قد تكون إيش فكرة، وفكرة سيئة جدا، مثل تفوق الجنس الآري عند النازية. هتلر ضيع ألمانيا وضيع أوروبا وضيع غيرها، وصلوا لبلادنا.
بسبب فكرة واحدة. الماركسية نفس الشيء، ضيعوا وهجروا وقتلوا وسجنوا. وبالطب يحفظ الاعتدال في الأخلاط المتنازعة من داخل، وبالسياسة والعدل يحفظ الاعتدال في التنافس من خارج. كلمات لو ينتبه الواحد فيكم لها عظيمة. هذه جواهر، هذه مالها جواهر. كما أن الطب يحافظ على البدن، يعني يعطيك الطبيب ما يجعل هنالك توازن بين ما هو موجود داخل الجسم. كذلك الإمام الغزالي يقول أنه بالسياسة والعدل، السياسة وإيش؟ والعدل نحفظ توازن المجتمع. العدل، فإذا فقدنا التوازن في الداخل مات البدن، وإذا فقدنا التوازن في الخارج مات المجتمع. قد لا يموت كل أفراد المجتمع، ولكن جزء كبير منهم قد يذهب بسبب الظلم. وهذا معنى أنه بالسياسة والعدل يحفظ الاعتدال في التنافس من خارج. وعلم طريق اعتدال الأخلاط طب، وعلم طريق اعتدال أحوال الناس في المعاملات والأفعال فقه. وكل ذلك يحفظ البدن الذي هو مطية. يعني يركز الإمام الغزالي أن البدن إيش؟ ركوبة. فالمتجرد لعلم الفقه أو الطب إذا لم يجاهد نفسه ولم يصلع قلبه، كالمتجرد لشراء الناقة وعلفها وشراء الراوية وخرزها إذا لم يسلك بادية الحج، والمستغرق عمره في دقائق الكلمات التي تحرر في مجادلات الفقه، كالمستغرق عمره في دقائق الأسباب التي بها تستحكم الخيوط التي تخرز بها راوية الحج. يعني لو إنسان ضيع حياته فقط لغير يتفنن في تخزين الماء، شو معنى خرز الراوية؟ جلود. دائماً القربة هاي الضخمة، يعني كان في الزمانات مثلاً اللبن المخيم يكون وين موجود؟ في هذه القربة، القربة من جلود الأحسن من اليوم. طيب أنا معك، لكن القضية أنه كان في لابد من بعض إيش؟ الخرز، لابد من بعض إيش؟ الخرز. فقال لك يعني إذا ضيع عمره فقط لغير، لم يحج، لم يقطع الطريق، هذه القضية، لم يصل إلى مقصوده، مشي الأمور. ونسبة هؤلاء من السالك لطريق إصلاح القلب أو الواصل للعلم المكاشفة كنسبة أولئك إلى سالكي طريق الحج أو ملابسي أركانه. فتأمل هذا أولا، واقبل النصيحة مجانا ممن قام عليه ذلك غالبا ولم يصل إليه إلا بعد جهد جهيد. يتحدث عن نفسه الإمام غزالي، يتحدث إيش؟ عن نفسه. وجرأة تامة على مباينة الخلق العامة والخاصة في النزوع من تقليدهم بمجرد الشهوة، فهذا القدر كاف في وظائف المتعلم. قضية يعني نزوع، كأنه انتزع نفسه من أوساط الناس، من التقليد. لما؟ التقليد يخرج نسخا، لا بأس، يعني في بعض القضايا لا بأس، ومطلوب التقليد حتى يستطيع الإنسان يصل إلى، لكن التقليد، تقليد المعلم 100% هذا يخرج نسخا من المعلم، وهو لا يريد لنا هذا التقليد. بيان وظائف المرشد المعلم. الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال يكتب مباشرة عن أنه ارتفع عن قضية، في النهاية ارتفع عن قضية التقليد، رفضها، لأن التقليد يستلزم أن يظل على ما هو عليه. حتى ابن خلدون ذم التقليد، ابن خلدون تحدث عن المجتمع، عن المجتمع بمعنى عن إقامة المجتمع، إقامة المجتمعات وما يحيي المجتمعات. و
وقارن بين الدولة والإنسان، كما أن الإنسان له طفولة وله شباب وله كهولة، كذلك الدولة لها طفولة ولها شباب ولها كهولة. بيان وظائف المرشد المعلم: اعلم أن للإنسان في علمه أربعة أحوال، كما له في اقتناء الأموال، إذ لصاحب المال حال استفادة فيكون مكتسبا، وحال ادخار لما اكتسبه فيكون به غنيا عن السؤال، وحال انفاق على نفسه فيكون به منتفعا، وحال بذل لغيره فيكون به سخيا متفضلا، وهو اشرف احواله. اذا قد يكون انسان مكتسبا ولا يدخر، وقد يكون مكتسبا ولا يعطي، لا سخيا ولا متفضلا، وقد يكون مكتسبا وقضية الإنفاق على نفسه يقدر يشدد على نفسه يكون بخيلا، فيحفظ لمن يرث. نعم، يحفظ لمن يرث. سبحان الله. وقيل عن البخيل أنه يعيش عيش الفقراء، مش مستفيد من المال، يعيش عيش فقراء ويحاسب في الآخرة محاسبة الأغنياء. ماله ما دام اكتسبوا عليه ايش حساب؟ قد لا يؤدي زكاة، وقد لا يتصدق، وقد يشدد على أهله فيما فيه ذنب. تفكر الواحد يعني سهل؟ الذي يشدد كثيرا فيه ايش؟ فيه ذنب. والبخل ينبع منه مفاسد عظيمة. ما أشنع البخل. الجاحظ كتب كتاب اسمه ايش؟ البخلاء، صحيح؟ استأجرت عند واحد في أمريكا لما سافرت أدرس في الماجستير، قلت عن هذا صاحب البيت، قلت لو عاش الجاحظ إلى أيامنا لكتب مش البخلاء، لكتب كتاب اسمه البخيل، لأنه في قصص هذا الرجل ما يكفي لملء إيش الكتب من شدة البخل الذي هو فيه. عجيب البخل. وأقرب الناس إلى الإسلام والله أعلم، قيل أقرب الناس إلى الإسلام الكريم أقرب الإسلام، والبخيل أبعد، لأن إذا قلت له عليه زكاة وعليه كذا. نعم. فكذلك العلم يقتنى كالمال، مدام في أربع أحوال في المال، انظر الآن للعلم. فكذلك العلم يقتنى كالمال، فله حال طلب واكتساب تتعلم، وحال تحصيل يغني عن السؤال، وحال استبصار وتفكر في المحصل والتمتع به، وحال تبصير وهو أشرف الأحوال، وحال تبصير لغيره وهو أشرف الأحوال. كما أن في المال أشرف الأحوال هو أن تعطي وتبذل الغالي والنفيس. هل يتمتع الإنسان بالعلم؟ بلى. الشيخ عبد الفتاح أبو غدر رحمة الله عليه كتب كتابا عن العلماء العزاب، أحدهم في ليلة عرسه نظر إلى العروس ونظر إلى كتبه وأوراقه ودفاتره، فقال لها يعني الحقي بأهلك، صرح طلقها.
والله والقضية الأساسية أنه نظر إلى أنه يتمتع بالكتابة والقراءة والتفكر في المسائل. طبعا احنا لا نستغرب مثل هذا ايش نستغرب مثل هذا المثال لكنه يدل على ان هنالك تمتع هنالك ايش هنالك تمتع بالعلم. لعله يدعى الى طعام من اهل بيته. حصل يدعى الى طعام فيلقي بالحجج يعني لتأخره ويمسك في كتاب لا يريد أن يترك إيش الكتاب يتأخر عن تناول الطعام بسبب إيش الكتب. فمن علم وعمل وعلم فهو الذي يدعى عظيما في ملكوت السماء. فإنه كالشمس تضيء لغيرها وهو مضيئة في نفسها وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب. والذي يعلم ولا يعمل به كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العلم. وكالمسن مرات المسن هو الحجر الذي تشحد عليه. وكالمسن الذي يشحد غيره ولا يقطع والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية. وذبالة المصباح فتيل وذبالة المصباح تضيء لغيرها ويتحترق كما قيل صرت كأني ذبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق. ومهما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما فليحفظ آدابه ووظائفه. الوظيفة الأولى الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى وأن يجريهم مجرى بنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. فإن قصده إنقاذهم من نار الآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا. الوالدان يحرصان على البعد الذي ذكرناه قبل قليل عادة في المطعم والمشرب والملبس والنظافة. وعادة ترى الأهل خصيصا الأم يكون الطفل طعام وشراب ولباس ونظافة كلها مستمرة على مدار 24 ساعة يعمل. صحيح؟ ومع ذلك الحرص على الدين قد يكون أقل من الحرص على الطعام والشراب واللباس. وحينما ذكر فرعون سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام لم يؤدب عند فرعون ولكنه تربى في بيت فرعون. فالطعام والشراب واللباس والمسكن عند من؟ عند فرعون. ولذلك قال له مذكرا قال ألم نربك فينا وليدا. صح ولا لا؟ فالمعلم عادة لا نقول لا يهتم بطعام وشرب لأنه عادة إذا حصل وانتبه يهتم والأصل فيها أن يهتم. افرض أن هنالك يعني أولاد فقراء في الصف ولد فقير الأولاد أخرجوا من حقائبهم الطعام وقت الفسحة عصرون الاستراحة وهو لم يخرج الطعام أول يوم عليكم السلام وبركاته وهو لم يخرج شيئا أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وينظر إلى الأولاد بنوع من الحسرة أو كذا معناه واضح جدا. إذن المعلم عليه أيضا أن يهتم بهذا البعد إن كان موجودا لكن وظيفته الأولى هي التدريس هي التعليم. لكن بمعنى الذي تحدث عنه الإمام غزالي هي إيصال الناس توضيح الطريق طريق الآخرة بحيث أن المقصود هو النجاة من النار. المقصود هو إيه؟ النجاة من النار.
الوالدان يريدان لولدهما النجاة من نار الدنيا. إذا كان هنالك مثلا مدفع صوبة يحرصون على الولد ألا يمس الصوبة حتى لا يحترق، ولكن أيضا الحرص على الولد من نار الآخرة أولى. ولذلك صار حق المعلم، اسمع كلام الإمام الغزالي رحمه الله قال: ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين. أين نحن نقوم بالمعلم وفيه التبجيل؟ فإن الوالد سبب سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، يعني الأسباب الثانوية، الأسباب إيش؟ ثانوية. والمعلم ما معنى السبب الثانوي؟ لأنك موجود فقط بإرادة الله عز وجل. علي صوتك من فضلك. نعم. إذا كان الولد عدم زواجه يؤدي به إلى الحرام، طبعا والزواج أيضا على أقسام، ما كلمة سنة أيضا فيها أقسام. السنة بمعنى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد يكون بعضها فرضا وقد يكون بعضها مندوبا. الآن في حق الشخص، في حق كل شخص يختلف الحكم بحسب حالة الشخص. إذا كان لا يجد من نفسه الصبر، ولا طبعا حياكم الله والله أعلم. إذن فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم سبب الحياة الباقية، ولولا المعلم لساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم. وإنما المعلم هو المفيد الحياة الأخروية الدائمة، يعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا. فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك، نعوذ بالله منه. نعود إلى السؤال، مقصود الحج رضا المولى عز وجل، القربة هو حقيقة كل فعل من أفعال الإنسان الأصل فيها أن يبتغي بها مرضات الله عز وجل. والأقربون أولى بالمعروف حقيقة، يعني فنذكر فقط أن الإنسان على الإنسان أن يخلص النية، يصحح النية، هذا كل المطلوب في السلوك. قد يكون جزء من الزواج لله، وقد يكون جزء منه ليس لله. يعني بلش ايش يطعم ويسقي عن ابو جنب طرف، بده يعد مئات والاف حتى يقال شفت وين. هي القضيه الاساسيه ان نصحح النيه، ان نصحح ايش النيه لله عز وجل. وكما أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها، فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد، ولا يكون إلا كذلك إن كان مقصدهم الآخرة. الآن عن الطلاب، الآن عن إيه؟ عن الطلاب. ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا. فإن العلماء وأبناء الآخرة مسافرون الله تعالى، وكلنا مسافر، وكلنا ايش مسافر، وسالكون اليه الطريق من الدنيا. وسنوها جمع سنة، وسنوها وشؤورها منازل الطريق، والترافق في الطريق بين المسافرين الى الامصار سبب التواد والتحاب. فكيف السفر الى الفردوس الاعلى والترافق في طريقه؟
وقد يفتتن الإنسان، وقد يفتتن الإنسان حتى في الحج. نعم يفتن، يفتتن الإنسان في الحج. نسي أحد الشباب أن يأخذ معه ماء زمزم، ونحن في الباص انطلقنا الآن من مكة إلى باتجاه مطار جدة، فقال لمن في الباص: إذا لم يعد الباص إلى مكة فسيقوم بفعل كذا وكذا بأهل الباص. ممكن كان يقول قائل: يعني واحد انجن اتركه بحال، ثم انبرى له ايش يعني، هذا فارس وهذا ايش يعني، شفت كيف؟ وحمل ماء زمزم ان توفر فليكن، يفرض انه ضاعت ال، فاوجد خصومه وهو خارج من الحج، وهو خارج ايش من الحج. ولذلك القضيه قضيه الانضباط، سواء انت في مكه او في المدينه او في القدس او في اي مدينه مدن العالم، الاصل فيها ان ينضبط. يعني قد يعقد انسان قد لا يتوفر له المال للذهاب للحج على الاستطاعة مثلا، ومع ذلك منضبط ينتهي بنهي الله عز وجل ويأتمر بأمر الله عز وجل. إذن هي الأصل فيها قضية المقصود، والأصل فيها أن يكون هنالك تحاب. نعم، ولا ضيق في سعادات الآخرة، فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة في سعادات الدنيا، فلذلك لا ينفكوا عن ضيق التزاحم. هنا تنافس، وقد يكون هنالك ويصل فيها التنافس إيجابي، معلش مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن إذا أصبح تنافسا سلبيا، إذا أصبح هنالك تنافس إيه؟ تنافس سلبي، هل بسبب ضيق الموارد؟ هل بسبب يعني شيء يحصل عليه المتعلم؟ الدنيا على سعتها ضيقة، والآخرة لا تضيق أبدا. الآخرة إيش؟ لا تضيق، لا تضيق أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ويقرب إليها من قول عمل. ولا ضيق في سعادات الآخرة، انتبه، ولا ضيق في سعادات الآخرة. وممكن الإنسان أن يترك هذا الشيء وإن كان له، أنت متأكد متأكد أن هذا الشيء لك؟ ممكن أن تقول لفلان الناس بأنه حرص على ما في يدك وليس به حق، ممكن تقول له إيش؟ لأنك أنت الآن مترفع مش متكبر، يعني ارتفعت عن هذا عن مثل هذا، عن مثل هذه الخصومة، تتركها له لله حتى لا يكون هنالك من وراءه ايش؟ شيء، لا مقتلة ولا. أنا تسمعون الآن عن الضرب بالرصاص بين عائلات جيران وأنسباء، يعني من جهة نسب ومن جهة مصاهرة، على موقف سيارات ليس لهم، إطلاق رصاص. شفت وين؟ ضاقت وين كانت واسعة، ما أراد متى تكون، ألم يقولوا دار الضيق تسع مئة صديق، بمعنى أنه إذا اتسعت القلوب اتسع المكان، إذا ضاقت القلوب ضاق المكان. والحديث تتم إن شاء الله. جزاك الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.